وانا دب بنا آدم ككردعة وانا وحيابا مقاصد الشريعة علماء دو يدهدان ايو يمادين اردن ان قفكو نبضو هلو دين تيسة عقل جيسة نفتيسة مال كيسة اي عرض جيسة يشرف تيسيو مقاصد الشريعة الخمسة والستة علماء دو تلمامان وضمت الدين تبلو سرقي أدون كان إنه شغنو حضارة يسيه هرمركي سيشيغان نوحي دادان سلم الحضارة سلانك الله فولوبي دادان حضارة دي إيه هرمركو والأمن والاستقرار السياسي بيه وقتل ماما وأن بدقليه إيه دقنانشية سياسية بي دادان دي بردعا إيه التخلف إيه تشبكو نوحو كيما دابي دادان الاضرابات والخوف دادك أو عبسي كبيرانتو أما ندام كودة سياسي قدقي واية إيه وحي لها المالا وحي بنا آدم كوكينا دي بصعد نمو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أن وحين وحكت المام دونا أسبابتك أنت الأمن والاستقرار نبت قلي ذا يحسي اللوني ذا نبت قلي ذا يحسي اللوني ذا وحي كمي دي النلوشة وحيابها وقيمها بضن له ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى قرآن كهو حكوت المامي إن دوري يتوان مولاد كبدا داتك أما الصالحين تا أما أولي ديسا أما آخرة وأبا المرين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون با إلهي كسفين يبدا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كوا عبصنا يماها وعبسي كركو دماها نن منتي رايون يان عبسيدا يتيران يدو نولش عديد بيقليا وانا دب بنا آدم ككردعا وانا وحيابا مقاصد الشريعة علماء دو يدهدان ايو يمادين اردن ان قفكو نبضو هلو دين تيسة عقل جيسة نفتيسة مال كيسة ايه عرض جيسة يشرف تيسيو مقاصد الشريعة الخمسة والستة علماء دو تلمامان وضمت الدين تبلو سرقي شنتا شيء من الحدا شيء ناي دين تو إلى لسه سيدا وجد وحين كنت تلمام ناي ناي تهو حيابان نلا شو عري مرة بكم مارمين أدون كان ينو شغنو حضارة دي سيهور مركي سيشيغان نوحي دادان سلم الحضارة سلانك الله فولوبي دادان حضارة دي يهور مركو والأمن والاستقرار السياسي بي وقت الماما وأن بدقليه إيه دقنانشية سياسية بي دادان دي بردعا إيه التخلف إيه تشبكو نوحو كيما دابي دادان الاضرابات والخوف دادك أو عبسي كبيرانتو أما ندام كودة سياسي قدقي واية إيه وحي لها المالا وحي بنا آدم ككوكينا دي بصعد نمو أدب إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحو كت المامي يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون غير بني آدم وبا إلهي سبحانه وتعالى
دي حقيقة يدين كي ما دان رسول رسول شاس يقصون عليكم آياتي إذن كدوا الأخرين أيها إذن كور رميانك آيات كي يوحيك الله سبحانه وتعالى دقوا سيدين يمادان يعني وحي يقومركو يدين يماد إلهي الدين تيسو هدي ديسو قادو لبدا شيء عدي سمي سبا ليدي فمن اتقى وأصلح عدي الله كعبسي لغهلو وأصلح وحقاكسه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلا إلي فلا خوف عليهم عبسي كركو دماء هانين وكعبسا ما يان مستقبل كي وحصاص عدا ولا هم يحزنون تيران يون ما يان ووحي تغين كتيران يون ما يان وحيدا هذان بنا آدمكو نبت قليد ووبهين ولا بقي بود بايدا هذان ميدي وحل قتل ما مانو يهي نبت قلية داخلية قداء ميدنا وحل دوا نبت قلية خارجية دبدا ميدي وحل نبت قلية قداء وحل قتل ما مانو قفك بنا آدم كاهي عقيدة هن حس اللون يهي عبسي آنو قبن نفهان آنو وروري والبهار هين دقنا شيئا وقبو تاسوا من النفس قداء هي كتمادة midina wa tudabadeed oo wax weeyaan cidaad ka cabsanaysoo kugu soo duuleysa ama dib ku haysto dabad kaaga imanaysa inaan jirin labada midnaba inaan jirin labada tan hadaba asbaab bay ku xidhan yihiin tadakhiliga ama guduhu waxa uu nabigu tilmaamay alayhi salatu wasalam labada bay isagoo ka waramaya man asbaha minkum aminan fi sirbi معافا في جسدي عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نكوا بريسته آمنا في سربي إساقو كون نبض قبط تلكي إيه أهلكي إيه دتكيسي ودنكيسي ومديسي نحجوغو نبض قبط عندنا كعب صرين عافمات دبادات قبط تركيسو عافمات قبط أمن السحية يعني هايسته عنده قوت يوم أمن غذائية هايسته نلاش أور وركجتش رينا وحول لقهلية كاد نيد ويكوصا أورور طيب النبي عليه الصلاة والسلام إن كان النبات بودريمة عدك عبسن مايو أنا الله سبحانه وتعالى نفتي سوا حس اللون طهي السلام أركانا وعافمات قباه